لا معبود بحق سواه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بخاتمة خير يا رب العالمين على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمدا صلوات الله وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سيدي يا خير خلق الله، يا من أعطاك ربك حتى أرضاك، رضي الله تبارك وتعالى عن صحابتك الكرام. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اليوم بفضل الله ومنته علينا وعليكم من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون الحديث فيها عن بر الوالدين ومكانة الأم عند الله جل وعلا، لنتعرف من خلال هذه الجمعة كيفية البر بالوالدين وكيف يكون البر بالوالدين وما هي ملحقات ذلك من القرآن العظيم ومن السنة المطهرة وكيفية البر بالأم خاصة. أحبتي في الله، الأم هي البيت كله، هو المنزل بما تحويه وبما يحويه. الأم هي الأمر الذي لا يصلح بيت إلا بوجوده، وإن صلح بيت فيكون ناقصا. فالأم هي البيت، وهي المنزل، وهي المأوى، وهي السكن، وهي الحنان، وهي كل أمر طيب في الحياة. فبغير وجود الأم تكون الحياة صعبة للجميع، بل تكون ليست بالوجه الذي يريده الجميع. من هنا يقول رب العزة جل وعلا في ثلاث آيات، هذه الآيات الثلاث ذكر فيها المولى جل وعلا الآباء والأمهات وخص الأم بالذكر. لقد كرمها رب العزة جل وعلا في القرآن العظيم وكرمتها السنة المطهرة، فيقول رب العزة جل وعلا في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الله، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيضا يقول رب العزة جل وعلا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويقول أيضا جل شأنه في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. انظروا معي إلى الآيات الثلاث أو إلى السور الثلاث. رب العزة جل وعلا فرض علينا وأوجب على الأبناء البر بالآباء والأمهات، أصبح هذا واجب وفريضة على الأبناء أن يبروا بالوالدين حال حياتهما أو موتهما. يعني لو الأب والأم أحياء أنت مأمور أنك تبرهم، أموات برضو لازم تبرهم سواء كانوا أموات أو أحياء، لأن الوصية لم
توضح سواء أموات أو أحياء. يبقى معنى ذلك إن هم أموات وأحياء. وأيضا وصى الإنسان، رجل امرأة، كبير صغير، مسلم غير مسلم، كله. يعني ربنا وصى الإنسان، ما سماش، ما جاش ووصينا المسلمين، لا، ده وصى الإنسان مهما اختلفت العقيدة ومهما بلغ من العمر أو صغر، ربنا وصاها على الوالدين. يبقى سواء كان مسلم ولا غير مسلم، كبير أو صغير، ربنا وصى عليه، وصى الأبناء على الوالدين أحياء وأموات. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. يبقى ربنا بيقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي الآية وفي آية الأحقاف إحسانا. لماذا قال حسنا ولماذا قال إحسانا؟ وفي سورة لقمان لم يذكر حسنا ولا إحسانا، لكنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. حسنا هو أن تعامل الناس بالحسنى. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني ربنا أوصاه أنه هو يتعامل مع الوالدين بالحسنى، يعني بالكلم الطيب وبالأمور الطيبة. يبقى ده معنى كلمة حسنى. طيب، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الإحسان يختلف عن الحسن. الحسن هو أن تعامل الناس بالحسنى، إنما الإحسان هو أن تحسن إليهم. يبقى الفرق بين حسنى وإحسان هو أن أنت تعامل الناس، مطلوب منك تعاملهم بالحسنى، المعاملة الكويسة، المعاملة الطيبة، المعاملة اللي تليق بيهم. لكن لما ربنا يقول وصينا الإنسان بولده إحسانا، يبقى في فرق بين حسنى وبين إحسانا. إحسانا هو أن تعاملهم بالحسنى وتحسن إليهم، يعني أبوك وأمك عاملهم بالكلام الطيب، دي حسنى. إنك تعاملهم بالكلم الطيب، وإن أنت تعطيهم وترضيهم وتلبي كل رغباتهم وكل مطالبهم، فهذا هو الإحسان. يبقى ربنا بيقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والإحسان عرفنا يفترق في فرق بين الحسنى والإحسان. طب في سورة لقمان قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع العلم إن ما ذكرش الكلمة دي لا في سورة الأحقاف ولا في العنكبوت، إنما ذكرها في السورة دي. وصاحبهما هي الأمر الثالث للحسنى والإحسان، يعني دي ثالث حاجة للحسنى والإحسان. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان إحسانا ولم يقل في الآيتين التي ذكرناهما إحسانا؟ لأن في سورة لقمان قال إحسانا لأن الأب والأم مؤمنين، خد بالكم معايا، في سورة لقمان قال إحسان أي تحسن إليهم في كل شيء لأن الأب والأم مؤمنين. إنما الأب والأم في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان مشركين أو كافرين. لذلك بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي. يبقى الأب والأم هنا مشركين أو كافرين. في سورة لقمان قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، يبقى برضو الأب والأم في سورة لقمان مشركين. إنما في سورة الأحقاف لما كانوا مؤمنين ربنا أمر بأن يحسن إليهم في المعاملة ويحسن إليهم في العطاء. يبقى لسواء طالما مؤمنين قال إحسانا في كل شيء، مشركين ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يحسن المعاملة معهم، المعاملة فقط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا وننظر إلى أمر آخر. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن جاهداك لتشرك بي، يبقى الأب والأم مشركين وبيجاهدوا علشان يشرك. في سورة لقمان يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، شوف الفرق هنا لتشرك بي وهنا على أن
تشرك بي. يبقى هنا الكلمتين الاولين اللي تشرك بي مفيش مجاهده، يا دوبك بيقولوا له اشرك بالله وخلاص ويسكتوا. لكن لما جه في سوره لقمان قال وان جاهداك على ان تشرك، يبقى هنا في شرط، شرطوا عليه ان هو لازم يشرك بالله، ودي اقوى من الاولى. يبقى على ان، يبقى هنا زي ما واحد يقول لواحد ايه، سرت معي لتخدمني، والله خدمتني خدمتني ما خدمتنيش خلاص. التاني يقول له سرت معي حتى تخدمني، يعني هتخدمني. والتالت قال له سرت معي على ان تخدمني، يبقى انا هشرط عليه انك طالما مشيت معايا هتخدمني. يبقى على ان تشرك بي ده شرط لازم، ان هم شرطوا على ابنهم انه لازم يشرك بالله، ودي اقوى من الاولى. يبقى شوفوا تلات ايات ممكن نطلع منهم حاجات كتيره خالص، بس طبعا الوقت مش هيسع لان فيها حديث كتير عايزين نقولها. فشوفوا ربنا سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، ضعف من جميع النواحي، ضعيف من كل، يعني الست ضعفت خالص في الحمل وفي وغير الحمل. طبعا الولد كان بيتربى على عظامها وعلى دمها وعلى لحمها وعلى غذائها كل شيء، لدرجه ان العظام بتاعه الام ممكن يعني توهن وتوهن بسبب الحمل. اول شيء بيضعف من الام العظم بسبب الحمل، ان الطفل بينشا عظامه من العظام سبحان الله العظيم، ويتغذى على لبن الام، على لحم الام، على طعام الام، بيفضل مجاور الام 9 شهور ياكل اكلها. فشوفوا بقى وهنا على وهن، ضعفه على ضعف. وفي الآية الأخرى كرها، وضعته كرها، حملته مش كرها ليه، لا دي كرها للتعب والمشقة اللي هي شافته منه 9 شهور وهي شايلاه عايش معاها، ما فيش حد مشاركها فيه ولا مشارك حد في أمه، هما الاتنين ملتصقين ببعض. يبقى ليه طيب بعد ما ينزل وينفصل عنها تبص تلاقيه خد اتجاه، وأول ما يكبر يبعد يبعد يبعد، وانت كنت في يوم من الايام بتتغذى من غذاء امك وتاكل من طعام امك وتتغذى من لحم ودم وطعام امك خدته انت، بل كان شالك رايحه جايه متشال، يعني مركب ليك رايح جاي 9 شهور بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش حد يتحمل واحد يقعد معاه ساعه ولا اتنين، انما دي اتحملتك 9 شهور وانت مش قادر تتحملها لما كبرت سبحان الله العظيم. حملته امه كرها ووضعته كرها، حتى في الوضع بتموت وهي بتضعك، بتموت علشان تطلع كده وتسمع اول صرخة منك، الدنيا وما بتسيعاها بتموت 100 مرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد شايل امه وعم يطوف بيها وقول لي يا رسول الله هل اديت حق امي؟ قال ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة أديت حق أمك، ولا بطلقة واحدة. يبقى وهنا على وهن، فصاله في 2 سنين بعد كده رضاع، يعني أمر شاق أمر صعب نحن كرجال لا نتحمله. لذلك يا أحبتي في الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر هو حسن الخلق والمعاملة الطيبة، إنك تعامل أبوك وأمك والناس بالخلق الطيب. أما الإثم والذنب هو ما حاك أي تردد في صدرك وفي قلبك وكرهت أن يعرفه الناس، مش عاوز حد يعرف إن أنت سرقت أو قتلت أو زنيت أو ارتكبت فاحشة، مش عاوز حد يعرف إن أنت عملت حاجة غلط، ده اسمه إثم. إنما البر هو كل الأعمال الطيبة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، إيه أحب العمل اللي ربنا بيحبه، ربنا بيحب إيه؟ قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وبر الوالدين
والجهاد في سبيل الله. يبقى الأعمال اللي ربنا بيحبها اللي عاوزك تعملها اللي بسببها تدخل الجنة، الصلاة في مواقيتها، الظهر أصلي مع الظهر والعصر مع العصر والعشاء، ما أخرش الظهر والعصر وأصليهم مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض وصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع بعضيهم. لا، مش عاوزين ندخل تحت طائفة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا، ده بيقول لك الصلاة على وقتها، بعديها على طول بر الوالدين. يبقى تاني شيء بيحبه ربنا بر الوالدين، ثالث شيء الجهاد في سبيل الله اللي كلنا بنتمنى الموت في سبيل الله. ده ثالث شيء كمان، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اذا كان ابوك وامك راضين عليك يبقى ربنا راض عليك، خلاص اعمل اللي انت عاوزه طالما هم راضين عليك. سخطين عليك، ربنا سخط عليك مهما صليت وزكيت وحجيت وصمت وعملت، طالما هم سخطين عليك خلاص. لما جه واحد لسأل سيدنا ابو الدرداء وقال له يا ابا الدرداء ان لي امراه احبها وامي تامرني بطلاقها، انا لي واحده ست بحب امراتي جدا وامي عاوزاني اطلقها يا ابو الدرداء. قال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، الوالد اللي هو الاب والام اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك او احفظه. ان شئت ضيع الموضوع ده خالص وبلاش تبص ان ابوك وامك هم اوسط ابواب الجنه، او احفظ الموضوع ده وطلق مراتك. قال له لا طبعا، ده انا احفظ ابويا وامي ومش اشكال عندي مراته، وطلق مراته. شوف مهما كان الاب والام مكانتهم عظيمه عند ربنا. يبقى لما جم ثلاثه دخلوا الغار، والغار ده بعد ما دخلوا فتحت الغار اتسدت عليهم، قالوا مش هينجينا من الموضوع ده غير اعمالنا الصالحه، كل واحد فينا يقول عمل صالح عمله علشان ربنا ينجينا من المصيبه اللي احنا فيها دي. وقف اول واحد وقال لك انا كان لي بنت عم وكنت بحبها جدا واردتها على نفسها فابت ذلك حتى اتت عليها الايام وافتقرت واتتني لتطلب مني، فاعطيتها 120 دينارا، اعطتها 120 دينار من الذهب لتمكنني من نفسها، ولما جلست منها مجلس الرجل من زوجته رايت فرائصها يعني رجليها بترتجف وقالت لا تفض الخاتم الا بحقه، فتركتها وكان وهي احب الناس الي، فان كنت تركتها مخافه منك وابتغاء مرضاتك وتركت معها 120 دينار، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فربنا فرج عنه جزء من الصخرة دي لكن مش عارف يطلعه. جه اللي بعديه قال له يا رب أنا كان عندي أجراء بيشتغلوا، واحد فيهم ما خدش أجرة اليوم ده ومشي، خدت الفلوس بتاعته ونميتها وكثرتها حتى صار له قطيعا من الإبل والغنم والبقر، وأتى بعد فترة طويلة فطلب مني أجرته، قال له اديني يا عم الأجرة اللي أنا اشتغلت بها عندك في يوم كذا، ده أنا ليا عندك أجرة يعني بتاع 2 جنيه يعني أجرة صغيرة. قال له انظر إلى هذا الوادي، بص لقي بقر وجاموس وغنم وكله، لقي ما شاء الله وادي قطيع. قال هذا كله لك، قال له يا عم أنت بتستهزك بيا، ده أنا عاوز الأجرة بتاعت اليوم ده اللي أنا اشتغلت. قال له أنا خدت الأجرة بتاعتك ونميتها لك واشتريت بها لما بيجي عندك قطيع من البقر والأغنام والجاموس، خده كله. فأخذه كله ولم آخذ منه شيء، فإن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه ابتغاء وجهك. فربنا فرج عنه حتة بس مش هيقدر يطلع. جه الثالث قال له يا رب أنا طلعت في يوم من الأيام علشان خاطر أجيب أكل لأولادي ورجعت متأخر شوية وتأخرت على أبي وأمي بغبوقهما، والغبوق هو ما يؤكل في المساء والصبوح هو ما يؤكل في الصباح. فقال له لم أغبق على أبوي حتى نام، رجعت متأخر بعد ما ربنا رزقني، رجعت متأخر وكنت لا أغبق أحد عليهما، ما فيش واحد يأكل قبل أبي وأمي،
هم ياكلوا في الاول لحد ما يشبعوا وانا اكل انا وولادي ومراتي بعديهم. اليوم ده اتاخرت، ابويا وامي ناموا بالجوع، عملت ايه؟ خدت الاكل بتاعهم وفضلت واقف جنب ابويا وامي، ما صحتهمش من النوم، ما قلت لهمش قوموا على حيلكم بقى كلوا عشان احنا ناكل، لا، لم انقذهما، سبتهم نايمين زي ما هما واولادي يتضاغون تحت قدمي من الجوع، عما يبكوا من الجوع ولاده عما يبكوا عشان جعانين، بس لازم ابوه وامه في الاول. حتى استيقظا واكلا ثم اكلت انا وزوجتي واولادي من بعدهم، لحد ما قاموا من نفسهم وكلوا تمام التمام واطمنيت عليهم، قلت انا ولادي ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نعرف ايه، ففرج المولى جل وعلا عنهم الصخره فخرجوا جميعا سالمين. يبقى الاب والام العمل الصالح اللي بتعمله ده قاعد لك في الاخره. الام دي اللي احنا مضيعين حقها النهارده وبنعلي صوتنا عليها ومش في دماغنا يعني ايه كلمه ام، ومش في دماغنا الام حيه او ميته، دي بالنسبه لنا مش مشكله خالص، اهم حاجه مراتي تكون راضيه عني، اهم حاجه اولادي يكونوا في حضني، والام اللي عملت كل ده مش مهم. عندما سال صحابي جليل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، بر امك واباك ثم ادناك ادناك. يبقى الام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا عليه في الأحاديث الصحيحة، هذه الأم عندما سألت السيدة عائشة يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. أعظم الناس حق على المرأة زوجها، هو أعظم واحد ليه حقوق عندها، وأعظم واحد عند المرأة الزوج. ومن أعظم الناس حقا على الرجال؟ قال الأم. أعظم الناس لها عندك حق أمك، أعظم الناس على المرأة الرأي زوجها، وأعظم النساء على الرجل الأم. ما فيش أعظم من الأم، ما فيش أفضل من الأم في الدنيا دي كلها، لو لفيت مش هتلاقي غير الام. لو كل الناس دي تخلت عنك الوحيده اللي تبقى جنبك امك، لو كل الناس دي كرهتك الوحيده اللي بتحبك امك. زوجتك في يوم ممكن تسيبك ترمي لك العيال وتمشي، انما امك مش ممكن تسيبك ابدا. لو المرض بتاعك طول مراتك والناس كلها ممكن تجرف منك وتمشي الا امك. لو الدنيا كلها دي الابواب اتسدت في وشها قلب امك المفتوح، الحاجه الوحيده القلب الوحيد الحنين عليك في الدنيا هو قلب امك، القلب الوحيد اللي بيسعك في الدنيا هو قلب امك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه فيقول نمت فرايتني أسمع صوتا يقرأ في الجنة، فقلت صوت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. نام شاف نفسه في الجنة، سمع صوت واحد من الصحابة بيقرأ القرآن في الجنة. مين اللي بيقرأ في الجنة ده؟ قيل له حارثة بن النعمان. قال نعم، كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر، كان أبر الناس بأمه. شفتوا البر بالأم خلاه بيقرأ قرآن في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو عم يقرأ قرآن في الجنة وهو حي على وش الأرض، وهو حي بيمشي وسط الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، قال له ده أنت أنا سمعت صوتك في الجنة عشان برك بأمك. أويس بن عامر القرني يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من رأى منكم أويس القرني فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لو شفت أويس ده امسك في رقبته كده وقول له استغفر لي عند ربنا وادعي لي، اللي يقدر يعمل معاه كده يعمل.
فسيدنا عمر بن الخطاب كان يستنى لما يجي الوفد بتاع اليمن يخرج عليهم، أفيكم أويس؟ لا، لحد ما جه في يوم طلع، أفيكم أويس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فذهب إليه الفاروق عمر، مش قال له ما هتقول لي، لا هتقول إزاي، ده هو ده سيدنا عمر اللي عايز أويس. راح له قال له أنت أويس؟ قال نعم. ابن عامر؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفيت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال كذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا أويس استغفر لي. قال أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال استغفر لي يا أويس، فإني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس، استغفر لي. فاستغفر له ودعا له. قال أخبرني بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال إنك مستجاب الدعوة، يعني كل دعوة بتدعيها ربنا بيستجيب فيها. لما دخل معركة صفين وكان مع سيدنا علي ضد سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وقف مع سيدنا علي وجي ساعة موقعة صفين، قال اللهم ارزقني الشهادة في هذا اليوم. ما هو كان مستجاب الدعوة، وكان يحارب مع سيدنا علي واستشهد في هذه المعركة. فسيدنا عمر بيقول له أنت مستجاب الدعوة ليه؟ ولقد أخبرنا رسول الله. قال لأني كنت بارا بأمي، يعني البر بالأم. لما تقول يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، يا رب اديني، يقول له خد، يقول لك خد، يعني برك بأمك وحديه بس يخليك مستجاب الدعوة، يخليك تقرأ قرآن في الجنة. لما جي واحد صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك الأجر من الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال ألك أم؟ قال نعم. قال فالزم أمك فإن الجنة عند رجليها، فثم الجنة. أنت عاوز الجنة؟ قال له أيوة. قال الجنة عند رجل أمك، جاي لي أنا هنا؟ روح عند أمك هناك، حب على رجل أمك، روح اقعد تحت رجلين أمك، روح شوف أمك عايزة منك إيه، روح شوف طلبات أمك إيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية الكريمة ولا تقل لهما أف أف، لأن الأب والأم في ساعة الكبر يعني ريحتهم بتبقى كده، فربنا قال له اوعى تقول له أف، اوعى تتأفف من ريحة أبوك وأمك. العمر اللي هو فيه ده كنت أنت فيه وأنت صغير وكانت بتمسح عنك كل حاجة، النهاردة هم محتاجينك لما كبروا. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل فيهما الجنة. ما تضيعش روحك، ما تضيعش نفسك، ده أبوك أمك أفضل من الجهاد في سبيل الله. أبوك أمك دول فرض عين والجهاد فرض كفاية، اوعى تضيع نفسك. أمراني أو شيئاني يعجل لصاحبهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. طالما عقيت أبوك أمك هتشوف أولادك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال للصحابة أكبر الكبائر ثلاثة، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور. يبقى أكبر الكبائر الإشراك بالله، بعديه عقوق الوالدين. لا يسب الرجل أباه، وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يبقى أمك وأبوك في القبر بتاعهم وانت عم تلعنهم وانت عم تسب أبوك وأمك، يبقوا نايمين في قبرهم ومحتاجين منك دعوة وبسببك انت عمال اللعنات توصل لهم. ازاي؟ تشتم اللي جنبيك يا ابني كذا يقولك ها انت اللي أبوك كذا. يبقى أبوك أمك بدل ما تدعي لهم وتبرهم وهم ميتين عم تلعنهم بنفسك، عم تلعن أبوك وأمك. لا يسب الرجل أباه، لا يسب الرجل أمه. هسبهم إزاي؟ إنك بتشتم الناس والناس يردوا عليك. طب ليه؟ ليه يا أخوانا؟ رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. نسيت كل اللي عملته معاك أمك
علشان اتجوزت، عشان بكليك واحدة ست، نسيت أمك، نسيت 9 سنين 9 شهور، نسيت 2 سنين رضاعة، نسيت إنها ما كانتش بتنام غير لما تنام أنت، نسيت إن أمك دي ما كانتش بتبكي غير على بكاك أنت، ما كانتش تفرح غير لما تلاقيك أنت فرحان، مع إنها ما تغمضش غير لما تنام أنت، أكلها تحرم اللقمة على حناكة هي وتديها لك أنت، تبرد هي وتاخدك في حضنها وتدفيك أنت، كل ده نسيته؟ نسيت أمك اللي كانت بتحضر لك أكلك وشربك وتحطه لك في الشنطة بالليل وتحضر لك كراريسك وتحضر لك كل حاجة، اللي بتغسلك هدومك وتلبسك وتوديك المدرسة بنفسها وترجع تاني، اللي ما كانش تقدر تاكل لقمة غير لما تعرف إنك شبعان؟ نسيت أمك اللي أول فرحة في حياتها فرحتها لما قولها إن أنت ابنك نجح، ابنك نجح في سنة أولى ابتدائي، نسيت إن أمك دي هي لما كنت بتروح المدرسة بتاعتك كانت بتفضل واقفة لك على الشارع أو قدام المدرسة لحد ما تطمن عليك وتاخدك وتروحك البيت، كانت فين قوتك وعنفوانك؟ النهاردة بتظلمها، النهاردة بتظلم أمك، تظلم الست اللي شالت عنك القذرات ونظفتك، اللي وكلتك بإيديها، تظلم الست اللي هي طول عمرها بتبكي على بكاك علشان بجريك واحدة ست، نسيت أمك، نسيت الحنان اللي بتاع أمك؟ نتجي ربنا في أمهاتنا شوية، ننسى كل القاسية شوية، صعب إن أمك ترفع عن رأسها كده وتدعي عليك، صعب إن دموع أمك تنزل بسببك، صعب إن أمك تيجي في نص الليل وتدعي عليك، حاسب حاسب، بص لأمك شوية، بص للتربية اللي ربتها لك، بص لقيمة أمك، بص إزاي ربنا كرمها، النبي عليه الصلاة والسلام كرمها، اقف شوية مع نفسك بقى واقفة، لا عيل هينفعك ولا ده هينفعك، مش هتدخل الجنة غير بهم هم، مش هتخطى عتبة الجنة غير بهم هم، لو كل أعمالك دي هتدخلك الجنة وهم قالوا لا مش هتدخلها، مش هتدخلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من فضل زوجته على أمه، من فضل زوجته على أمه فلن يخبر الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفل، اللي بيفضل زوجته على أمه رب لا ربنا هيقبل منه فرض ولا نفس، لا فرض ولا سنة ولا حاجة خالص. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبويا وأمي ماتوا وانتقلوا إلى رحمة الله، فهل بقي علي من بر أبوي شيئا وبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، أبوك وأمك أحياء لازم تبره، أموات لازم تبرهم برضو، لأن احنا ذكرنا وقلنا في الأول سواء أحياء أو أموات أوجب عليك المولى جل وعلا البر. قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهم. أيوة يا سيدي، حتى وهم في التراب، حتى وهم بعدوا عننا، برضو واجب عليك تبر أبوك وأمك. ده الواحد بيتمنى يسمع صوت أمه ولا صوت أبوه، الواحد بيقول يا ريت كانوا عايشين، يا ريت نلمس حتة من جسمهم، يا ريت. اللي معاه أب وأم معاه كنز، ظهرك مش هيتكسر غير بعد موت دول، حياتك مش هتبقى مرة غير بعد دول، هتحس بالوحدة وبالفرقة بعد دول، هتحس بالألم وكل لحظة تفتكرهم تبكي بعد دول، هتندم ندم ملوش آخر بعد دول، مهما عملنا معاهم لحد النهاردة بنندم، مهما عشنا بين ايديهم وفي احضانهم لحد النهاردة بنتمنى نسمع صوتهم، بنبص لصورهم كده وبنبكي، بنقعد مع نفسنا وبنبكي، بناخد جانب في الأوضة وفي المكان وبنبكي،
غاليين، غاليين، ظهرنا اتكسر بسببهم، موتهم كسر ظهرنا، موتهم خلى الحياة بالنسبة لنا صعبة. طب دول عايشين معاك النهاردة، عايشين معاك. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال له إلزم رجل أمك، الجنة عند رجل أمك، اللي انت عمال تصلي وتصوم وتحج وتتصدق، روح لأمك، اسأل على أمك وأبوك، اكشف له، ما دوم عند دكتور، اكسيهم وكلهم أحسن أكل، لبسهم أحسن لبس، مهما هتجيب لأمك وتلبسها في ذهب ولا ده ما هتسيبه لك، مهما تكسف أبوك ما هتسيبه لك. طيب بس ارضيهم، ارضيهم بس، مهما تجيب لهم في عربيات وتركبهم هنا وهنا وتعملهم ما هيسيبوا لك تاني. خلي اليومين اللي عاشرهم دول عاشرهم حلو معاك، خليهم يدعوا لك، خليهم يبقوا راضين عليك. نطلع من هنا من الجمعة دي نروح نحب على ايديهم ورجليهم. لابوهم وانتقلوا رحمة الله، واجب عليك وفرض عليك تبرهم وهم في القبر. مهما وصلت، مهما كبرت وعليت، ابوك الغلبان ده وامك الفلاحة المسكينة البسيطة دي هي السبب ان خلتك بن ادم، هي السبب اللي عملتك بن ادم وعملتك رئيس ووزير ومدير وعمدة وشيخ ومحام ومدرس ومهندس. الست دي فوق الدماغ فوق الراس، الست دي وسام افتخر بيها. كنت اعرف مدير امن كان بيقول انا ابويا صول، كان مدير امن وكان بيفتخر ان ابوه كان مساعد، كان صول، كان بيقول ابويا كان صول في يوم من الايام وانا كنت ضابط كنت بشيله فوق دماغي، سبت المحافظة كلها عشان ارفع مكانة ابويا وشأن ابويا، وكنت بمشي بيه بيفتخر بيه في وسط الدنيا كلها. افتخر بابوك وامك، افتخر بابوك البسيط وامك البسيطة دي، عشان بكرة وبعده تحصد اللي زرعته مع ابوك وامك، تحصد البكا اللي بكاها ابوك وامك تحصده انت، تحصد الدعاء ده هتحصده انت. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يا كريم، اللهم اجعلهم جلساء للحبيب المصطفى يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا كريم، ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا عدنا إليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله، واسألوا الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر.